يتفاءل المواطنون السودانيون بحذر بشأن توصل طرفين الصراع لإعلان وقف إطلاق النار، حيث أن الإعلان بداية جيدة نحو السلام، لكن في الوقت نفسه يتواصل الصراع بين الطرفين في ظل عدم تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية، ولا يزال السودانيون واقعين تحت المعاناة ويرون أنه يجب على طرفي الصراع أن يضع المصلحة الوطنية أمام أعينهم أولا، وأن تحقيق وقف مبكر لإطلاق النار هو الهدف النهائي. طبعا الاتفاق الاخير ده ان شاء الله رب العالمين يجعله فاتح خير وبركه ويعم البلاد السلام والسلام يعني عباد البلاد ان شاء الله. ونحن يعني بلدنا ما محتاجه لكل هذه الكوارث، والله ما محتاجه له. اي شيء يضمن انه سلامه البلد وتمشي لقدام ده اهم شيء. ايضا من المهم انه يعني الوفدين المتفاوضين لم يغادروا مغار التفاوض في جدة، ودي إشارة مهمة لأنه هذه العملية مستمرة. ندعو الأطراف الأطراف الصراع الجيش والدعم السريع إنه يقعدوا في طاولة واحدة وينهوا كل ما يحصل في البلاد ويخطوا مصلحة البلد. والله البلد في غنى عن مشاكل ودمار في المنشآت.